سلام الخوت صافا ترانكيل كلشي مزيان سو غادي نجاوب على واحد الكيستيون ديال موروكان الي اللي سولني قال لي السلام شنو تنصحنا باش نطوروا من الكوميونيكيشن ديالنا. اوكي سو دونك دراري كيف ما ديما دي لايك دي كومونتير وتابونا وشكرا جزيلا على التشجيع والسبورت. سو سات الى بغيت نجاوب على هاد الكيستيون ب بين اوتر حيت يمكن ديجا سولني شي واحد على هاد القضيه وجاوبت وكل جواب كتلقى حوايج جداد. دونك سات الى كانت عطاك شي يمكن سولني شي واحد على اهميه ديال الكوميونيكاسيون في لونتربريز. دونك هذا السؤال الاخر قال لي كيفاش نطور الكوميونيكاسيون ديالي. صات اول حاجه انا بالنسبه ليا الحاجه اللي مهمه في اي دومين الانسان اللي بغى يتعلم واش خصو يدير، خصو يقرا سواي دونك خصو يشد لانفورماسيون، خصو يعمر بلي زانفورماسيون. دونك لي سورس ديال لانفورم لي زانفورماسيون من جايين على ان دومين دوني. دونك سوا غتقرا كتاب ولا سوا غادي تفرج في دوكيومونتير سور يوتيوب ولا في دونك تعمر راسك بلي زانفورماسيون داكور. ومن بعد دوك لي زانفورماسيون غادير ليهم بالبراكتيس. اوكي ومني غتشد ديك لي زانفورماسيون غادير ليهم البراكتيس في واحد الواقع ولا في واحد لونفيرونمون. من بعد خاصك تادابتي كتشوف ان دوك لي زانفورماسيون طبقت على ارض الواقع سوا غينجحو سوا ما غينجحوش، سوا غينجحو بواحد البورسونتاج. دونك خاصك تادابتي باش تادابتي ديك لي زانفورماسيون ولا ديك الكونيسونس اللي تعلمتيها مع داك الواقع. نعطيك مثال دابا انا كنت فرش في واحد لا فيديو شحال هادي جو بونس شي 5 ولا 6 على الكوميونيكاسيون نون فيربال بين الرؤساء ديال الدول. كيفاش باغ اكزومبل هذا الرئيس سلم على هذا الرئيس. كان واحد الفيديو كاع دار بوم هادي واحد 3 تاع الملك فين جا المؤتمر الكوب 21 في باريس وجاب طوموبيلته يمكن جا معطل شويه وكان فرانسوا هولاند الرئيس ديال فرنسا ديك الساعه كانوا بحال دخلوا كان فرانسوا هولاند وكان بان كيمون جو بونس تاع الامم المتحده كانوا بحال دخلوا لديك القاعه ديال الكوب 21 وصافي كانوا غادي يبداو وكان بقى تما بقى غير شي واحد ثانوي. المهم ثانوي بالنسبه للايرارشي ديال كومون دير ديال المسؤولين السياسيين. ودابا الناس يمكن حيت الناس اللي جايين مع الملك في داك كومون دير كيما نسميوه المهم في داك الموكب ديالو دونك قبل ما يوصل قالوا ليه كوم كوا راه ما كاينش فرانسوا هولاند في الباب. دونك غادي يستقبلوا واحد اخر وكانوا باغ اكزومبل كان يمكن كاع بوتين وكانوا وزراء اخر كانوا رؤساء اخر استقبلوهم داك السيد حيت صافي فرانسوا هولاند دخل. ولكن الملك ما بقى حابس الطريق وقف طوموبيلته ما خرج منها حتى واحد ما تحرك ما زادش حتى جا فرانسوا هولاند خرج وجا وحلوا الملك او جا استقبل الملك حيت بون تيقول لك زعما الملك خصو يستقبلو رئيس ماشي يستقبلو واحد. بون هذا سي دي بروتوكول قلبوا عليه في يوتيوب كتبوا كينغ اوف موروكو ولا ملك المغرب كوب 21. اي دوكو دونك كنت نتفرج انا المهم انا نتفرج بزاف هاد الفيديوهات تيهموني تيعجبوني نتفرج بحال هاد اللعيبات. دونك الا بغينا نرجعو القضية ديال الكوميونيكاسيون كيفاش تأدابتيها دابا كاين شي دي نوسيون اللي هما مونديال انترناسيونال. باغ اكزومبل الانسان اللي تيبان ليك واقف وداك الشيء تكون عنده واحد الثقة في النفس
انكونسيون الانسان كيشوفو تيقول السيد عنده تيق في راسو. شي واحد الا كان غادي و من مشيه تاع بنادم كيبان لك شويه واش واثق في راسو كيفاش تيهضر. دونك كاين دي برينسيپ لي هما انترناسيونال اللي غادي زعما ينفعوك في امريكان كيما غادي ينفعوك في الشينوا كيف ما ينفعوك في فرنسا كيما ينفعوك في المغرب. اوكي داكشي ميم جاي من الحيوانات باغ اكزومبل كيبان لك داكشي بلوتو انيمال ملي كتمشي تشوف باغ اكزومبل تيقول لك غير في لي جروب تاع لي غوريلا تيكون غوريلا داك الشاف تاعهم تيتمشى بحال هكا بواحد الطريقه ونافخ صدره وداكشي ودوك اللي معاه تقدر دونك سي بون سي نوت سوجي مي داكشي سي دونك في لي جين ديالنا جاي ممكن. اي باش نتكلم على الادابتاسيون باغ اكزومبل بعض المرات هنا شي كيسموهم دي كود كوميونيكاسيون اللي في فرنسا باغ اكزومبل ماشي بالضبط غيكونوا بحالهم في المغرب. دونك بعض المرات انت تكون ساكن في المغرب وبغيتي تكون تقرا باغ اكزومبل شي كتوبه ديال ديفلوبمون بيرسونيل ولا الكوميونيكاسيون ولا بحال هكا وكتجي تطبقهم في ارض الواقع في المغرب هما كيصدقوش. دونك كتقول واع وا بلاد ابار كتعايد البلاد ولا ولا كتكون عايش غريب. بعض المرات تلقاو الطبقه ديال المغاربه اللي كيكونوا بزاف انفلونسين بالكوميونيكاسيون ديال الامريكان كتلقاهم يتفرجوا بزاف دونك تسمعوا شي الامريكانيزاسيون تتقام بزاف منفتحين على الغرب. بحال بعض المرات تبقى تفرج واحد الوقيته كنت تتوقع لي واحد القضيه في كنت عندي 20 عام 13 عام كانت ام بي سي 2 وكنت نتفرج فيها بالمره تنبقى جالس في الدار شي نهار ولا يومين تتفرج افلام وتتفرج فيديوهات في يوتيوب بالانجلي بحال بحال هكا. المهم عايش في المغرب وشويه كنخرج تنكون بحال ندمج مع داك المجتمع الغربي وكنخرج وانا كنت عايش في حي شعبي في المغرب. دونك بحال كي تيوقع لي داك صدام الحضارات بحال بحال كنتهشر عاد خصني واحد المده تاع يوم ولا يومين باش نتادابط عاوتاني مع السيستم ديال المغرب والمغاربه. دونك الانسان حنا الا كنت عايش الانسان عايش في المغرب خصو يحاول يتادابط مع لي كود كوميونيكاسيون ديال المغرب. بحال عاوتاني كاين الناس اللي كاين فاتحين على الشرق بحال دابا باغ اكزومبل الناس اللي كون جا متدينين اكثر ولا ملتزمين اكثر المهم ولا اصوليين ولا سلفيين تلقى المهم كتلقاهم شويه منفتحين على تلقاهم ديما باغ اكزومبل تيتفرجوا في قنوات دينيه ديال السعوديه ولا ديال مصر ولا تلقاهم منفتحين على الشرق. ودونك كتلقى عنده واحد كود كوميونيكاسيون في دماغه بوحدو باغ اكزومبل يشوف دار المهم ماغاديش نهضرو في الكوتي غوليجيو حيت كل واحد المبادئ تاعو. وكتلقى عنده واحد الصدام مع المجتمع تاعو واحد عايش في المغرب هو ما عايش في السعوديه ولا ما عايش في قطر ولا في مصر داكو. وكتلقى عاوتاني واخا داكشي الصدام ماشي شي صدام فريمون صدام خطير حيت الى المهم بعض المرات تيكون داك الصدام ديال الكوميونيك المهم تيوصل داك العالم تيكون عايش فيه تيوقع داك الصدام قوى تيخرج منه سواء ارهاب سواء شي حاجه بحال هكا ولا تيكون غير صدام صغير بينه وبين راسو. وبنفس القضيه تيكون واحد منفتح على الغرب بزاف كتلقى تيدير حوايج اخر تيقول لك انا غنعيش بحال الكور في المغرب وتيدير حوايج اللي هما ديال ماشي ديال المغرب. اي دونك تيوقع عنده سوا تي بحال شي واحد تيخرج بحال هكا لابس حوايج ديال راجل لابس حوايج ديال العيله تياخذ تفرشيخه ولا تي دونك تيقدروا يوقعوا انتظامات خايبين بين المجتمع والطريقه ديال الكوميونيكاسيون ديالو ديال الانسان مع هذا المجتمع. وش واحدين انا المهم انا واخا انسان فاتح الحريات وداك الشيء ولكن
تنقول ان كل مجتمع عنده فهمتي لي كود كومونيكاسيون تاعو، حيت حتى هنا في فرنسا اللي كنقولوا ان الدوله هذه ودوله متقدمه ومتحضره. باغ اكزومبل انا الا خرجت بجلابه هنا في هذه العربيه ولا في فرنسا كلشي غيبقى حاضر. يعني انا درتها اول البارح يمكن 30 40 مشيت لباريس، كان الصاد وما كانش فيها ما نلبس حوايج باش نجي باريس انا ادي ما تخدش شي موا، دونك لبست ديك الجلابه وخرجت بيس. ولكن راه حسيت بواحد الضغط اجتماعي خطير، حسيت بكلشي حاضر ولا غير جاب لي الله ولكن فريق. دونك حتى هما هنا فهمتي بحال درتي شي حاجه في الشكل، دونك المجتمع تي بحال انتي ما غاديش تخرج بها بحال كدور بها النهار كامل، حتحس براسك غريب. داكوغ، ودابا نهضروا على باغ اكزومبل المثال اللي كيبان ليا باش تبين لك الكود كوميونيكاسيون ديال المغاربه اللي شفناه في السياسه. باغ اكزومبل بن كيران فريمون ماشي شي شي با شي عقليه بالنسبه لي، تيبان لي انسان عادي بحال الناس كاملين، ماشي باش انت باش مثلا عقليه فاش باش نضرب عقليه فاش عقليه بعيدا في الاقتصاد ولا في ولا ما في التسيير في الجيستيون ولا شي حاجه بحال هكا، ماشي شي حاجه بالنسبه لي. ولكن السيد خطير في الكوميونيكاسيون، عندي نيفو اخر في الكوميونيكاسيون ديال المغاربه وديال حتى في العالم، يقدر حتى يقدر يزد راسو حتى في باغ اكزومبل نمشي لحاجه اخرى. ولكن في المغرب عرف كيفاش يهضر مع المغاربه، دونك استعمل لي كود كوميونيكاسيون تاع المغرب ودوك الكوميونيكاسيون فين خلاتو وصل، لا في الحزب تاعو لا في باغ اكزومبل في الحزب تاعو ضروري تلقى شي ناس لي سون بلو كومبيتون عليه سوا في لا جيستيون في الماناجمنت ولا سوا في شي با في ليكونومي ولا في فينانس ولا في اي حاجه في اي دومين. ولكن داك السيد بكثر الكوميونيكاسيون ديالو ما هو عرب مع المغاربه عرف ياخذ عرف في زعما اي كومون دير عرف في اي انفلونسي داك الجروب كامل الناس اللي صوتوا عليه. واخا بعض المرات هاد الكوميونيكاسيون كيما تنقول عليها بارفو سي كو دو لا مانيبيولاسيون، دونك الحوايج اللي تيكونوا مبازين على مانيبيولاسيون ما تمشوش بيك في اللون تيرم. داكور، حيت تتفضح ملي كطيح عليك لا ريسبونسابيليتي والحوايج الصحاح البلا بلا ما تبقاش تتنفع، تولي فريمون ولا عندك تكون اللي عنده اللي ما عندوش يمشي سكا ويتكا. دونك هادشي اللي بان هو بن كيران، دوز واحد الوقيته بان ما عندوش فهمتي المغرب راه باقي هو المغرب فهمتي، يجي بن كيران راه يتاع 10000 بن كيران. داكوغ، مكنهضرش على الكوطي ديال الفساد والشفرة، ولكن باش تخلي المغرب قوة اقتصادية دونك ماشي شي حاجة سهلة. ويكون سي باغي بالنسبة في الدومين ديالنا ديال الديفلوبمون انفورماتيك، كاين باغ اكزومبل تقدر تكون واعر في الكوميونيكاسيون غاتجي دوز ان انتروتيان غاتبان خطير هادي من هنا فهمتي، ولكن من بعد من غادي تمشي للديفلوبمون خاصك تبين ماشي البلا بلا لي واخا تيسموها هاد لا فالور تيجيو ديك لا فالور هي لا فالور ابيرسو جو بونس بون مابقاش عاقل المصطلح، ولكن الانسان خصو يخدم لي كوتي بجوج، لا فالور غيال هي داكشي اللي عنده حقيقي ولا فالور كومون دير ابيرسو اللي كتبان لك من اللي كتبان لك الانسان اللي كيشوف كيقول هذا الانسان راه شي با زعما في الكوميونيكاسيون ديالو كيقول راه انت عنده شي حاجه، حيت بعض المرات تكون انت فريمون مقود في شي دومين ولكن ما كت شكون ندير ما كت تفحش ولا ما كتعطيش قيمه للكوتي زعما فيزوييل وما كتعطيش قيمه اكثر، دونك ما تكونش قيمه اكثر للدومين حيت الكوتي فيزوييل حتى هي عندها
دور كبير، وبزاف الناس اللي خدامين غير بالهاد الكوتي فيزيوال، لا في البلاد لا في كل شيء. علاش تلقاهم تيهضروا جوج كلمات في فرونسي و وكيهضروا مزيان وما الى ذلك، وصافي وكتلقاها فهمتي جالس تما و وكتلقى الشاف ديال من ديال الناس اللي خدامين ديال بصح، وهو تياكلها بارده. دونك هادو لي مناجر تاع جوج دريال اللي تعرف غير يهضر. اما كاين دي مناجر فري اللي كيعرف يهضر وكل شيء والكومونيكاسيون، او ميم طون تيخدم وتيعاون تيعاون جروب حتى هو في ديك باش يطلعوا لقدام. سوا وصلت دي لا ريبونس ديال لا كيسيون ديالك. الى عجبكم الدراري الكونتوني اللي كملتو بعد 15 دقيقه قولوها لي في كومونتير، حطوا لي دي لايك، تابوناو حتى هو الدراري، وشكرا على التشجيع ديالكم. تهلاو، بيس.